اشهر دواء على مستوى العالم بيساعد على تنزيل الوزن وبيستخدم فيه برامج الدايت والتخسيس مع نظام اكل قليل فيه السعرات الحراريه وممارسه الرياضه بانتظام بيساعدك على الوصول للوزن المثالي. مهم جدا للوقايه من الاصابه بامراض زي ضغط الدم المرتفع وسكر الدم من النوع الثاني. بيساعد مع الوقت على تقليل دهون الدم الضاره وتنزيل دهون البطن والوقايه من الاصابه بدهون الكبد وبعض الامراض زي الضعف الجنسي. دواء الزينكال او ماده الاورليستات. النهارده هنتعرف مع بعض على ازاي الاورليستات بيدي المفعول بتاعه، ايه الجرعه الصحيحه وايه انسب وقت ناخدها فيه، ايه تفاعلات الادويه مع دواء الاورليستات وايه الاثار الجانبيه بتاعته، وكمان هنتعرف على انواع الاورليستات الموجوده في الصيدليه والاسعار بتاعتها. انا حسام خلف ودي قناه صحتك في خمسة. اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد. دواء الاورليستات بيشتغل عن طريق ان هو بيقلل مفعول انزيم اسمه لايبيز. انزيم اللايبيز ده بيكسر الدهون اللي في الاكل، وبالتالي دواء الاورليستات بيقلل قدره الجسم على امتصاص الدهون اللي في الاكل. متوفر فيه جرعتين، جرعه ال 60 ملي جرام وجرعه ال 120. يمكن المشهور والمتداول والموجود في الصيدليات هو جرعه ال 120. جرعة الأورليستات الصحيحة هي 120 ملي جرام 3 مرات قبل الأكل، ولابد أن احنا ناخدها قبل الأكل مباشرة أو وسط الأكل أو في مدة لا تتجاوز ساعة بعد الأكل. بالطبع لازم ناخد الأورليستات بوصف الطبيب عشان نستخدمه بشكل صحيح ونتجنب الأثار الجانبية. دواء الأورليستات لا يستخدم أثناء الحمل ولا الرضاعة، ولا يفضل استخدامه الأطفال أقل من 12 سنة أو لكبار السن فوق ال 65 سنة. الأورليستات ليه بعض التفاعلات مع الأدوية بتقلل من المفعول بتاعه أو بتأثر على امتصاص الأدوية دي. رقم واحد، علاج الغدة مادة الليفوثيروكسين الموجودة باسم الالتروكسين والأيوثيروكس. لو اتخذت مع الأورليستات بيقل الامتصاص بتاعها بشكل كبير جدا، وعشان كده لو بناخد دواء الغدة وفي نفس الوقت بنستخدم دواء الأورليستات لازم يكون في فاصل 4 ساعات بين الدوائين. بالطبع دواء الأورليستات بيقلل امتصاص الجسم للدهون، وبالتالي بيقلل امتصاص الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون زي فيتامين الA والD والكي والإي. وعشان كده لو احنا بنعمل برنامج دايت وبنستخدم دواء الأورليستات لازم نكون بناخد مكمل غذائي بيحتوي على الفيتامينات دي، ويفضل ان هو يكون مدة 2 ساعة فاصل بينه وبين دواء الأورليستات. الأورليستات بيزود خطورة الإصابة به حصوات الكلى، وعشان كده لو عندنا حصوات في الكلى أو زيادة في الأملاح لابد إن احنا نقول للطبيب بتاعنا وهو بيكتب لنا الأورليستات، عشان هيقول لنا على بعض المحاذير زي إن احنا نقلل الأكل اللي فيه أملاح كتير، نشرب مية باستمرار، وهيقول لنا على الجرعة المناسبة من الأورليستات. الحاجة التانية إن الأورليستات بيزود خطورة الإصابة به حصوات المرارة. غير كده بعض الآثار الجانبية الخفيفة زي الإصابة به الإسهال والحمام الدهني، لأن الأورليستات بيزود إخراج الدهون في الحمام. الإصابة ببعض أعراض البرد زي الصداع والرشح والزكام وألم في الأذن، ومن الممكن أن هو يسبب ألم في المثانة. مريض سكر الدم من النوع الثاني لابد ان هو يستشير طبيب البطنه بتاعه عشان ياخد دواء الاورليستات، لان الاورليستات من الادويه المفيده جدا لمريض سكر الدم. هيساعدك على تحكم افضل في سكر الدم وتقليل دهون البطن، طبعا مع نظام غذائي مناسب، وبالتالي هيقلل خطوره مضاعفات مرض سكر الدم. اشهر انواع الاورليستات الموجوده في الصيدليه، رقم واحد دواء الزينكال 120، العلبه بتاعته 84 حبايه ب 280 جنيه. دواء الريجي ماكس الشريط منه 10 حبايات ب 44 جنيه. دواء الاورليستات الشريط بتاعه 10 حبايات ب 35 جنيه، ودواء الاورلي الشريط 10 حبايات ب 43 جنيه. نتمنى نكون قدمنا لحضراتكم النهارده معلومه مفيده. صحتك في خمسه.